بعيدا عن النرجسية، أبدأ الحديث عن الدكتور جمال حمدان بهداء كتبه في الجزء الثالث من كتابه شخصية مصر. قال بالنص: الكاتب الصحفي الممتاز الأستاذ القدير عادل حمودة، تحية تقدير وشكر. شهادة من باحث راهب ننحني أمامه تقديرا واحتراما. كان ذلك في عام 1984. حمل النسخة المهداة الناشر يوسف عبد الرحمن دار عالم الكتاب. أيضا كان الناشر يوسف عبد الرحمن وسيرة اتصال بيني وبين الدكتور جمال حمدان. كان جمال حمدان في عزلته الشهيرة منذ ترك التدريس في جامعة القاهرة. سر العزلة مظلمة أكاديمية، كانت أبحاثه تمنحه فرصة ترقي حصل عليها زميل آخر، لكن عزلته منحته تفرغا كاملا. وصل بالموهبة والعبقرية إلى أقصى مدى. نحن نتذكره ونمجده ونخلده ولا نعرف اسم منافسه أو اسم من ظلموه أكاديميا في الجامعة. جمال حمدان أسطورة نعرفها وإن كنا لا نعرف الكثير عنها.